السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة أعضاء القناة قناة ماهر. اليوم سأتكلم عن البيوت في بريطانيا ونبدأ فورا. أنا ستلوني ببص تحت لأني ببص على اللابتوب، عمال أفتح الآن الفيديوهات اللي مصورها لكم وبحكي عنها وأنا بتفرج عليه. أول شيء، أصغر شيء ممكن تشتريه في بريطانيا أو تأجره هو جراج، وعندنا هنا example، عندنا هنا مثال. هذا جراج صغير بتروح تأجره من صاحب الجراج، هو غالبا بيكون عنده بيت وجراج وما بيكون محتاج للجراج، فبيقول لك أنا عايز أأجره، فأنت تروح تاخده منه ما أعرف 100 باوند في الشهر 200 باوند في الشهر، بس ممنوع تسكن فيه، يعني قانونيا ممنوع تسكن فيه، فقط أن أنت تحط سيارتك. هو أصلا غالبا ما بيكون فيه كهرباء، يعني إلا لو واحد يعني جراج يعني very high class، يعني حاجة فخمة 5 نجوم، ممكن تلاقي لك مثلا لمبة وحاجة تغسل إيدك كل حاجة، بس ما تهاليش، لا غالبا بيكون عبارة عن حتة بلاط حواليك، تدخل عربيتك وتقفل. لو عندك عربية قوية مثلا شاري مرسيدس ولا شاري فيراري، ما بحب حد يخدشها، ممكن تأجر جراج. بس غالبا لو عندك سيارة قوية راح يكون أيضا عندك بيت كبير بجراج، الله يبارك لك. لكن حتقولي طب مار، طب ليش بيأجروا جراجات أو بيبيعوا جراج؟ أقول لك في أحيان مثلا، يعني معظم بريطانيا ما ينفع تركن سيارتك هيك في الطريق العام، غالبا لازم تكون يا ساكن في المنطقة وعندك رخصة، يا إما تدفع بقى كل يوم تدفع 20 باوند 30 باوند حسب كم ساعة بتقعد. فلو واحد بيشتغل في منطقة وعايش في منطقة أخرى، فبيروح بيأجر له بيت صغير، جراج صغير يركن سيارته، بيوفر يعني بدل ما يدفع كل يوم 20 باوند مثلا يقعد 8 ساعات سايب سيارته، بيدفع في الشهر مثلا 100، عشان هيك بيأجروا الجراجات. وهي زي ما قلت لكم مثال على ذلك. ثاني شيء بقى، ممكن لو عايز تطلع شوية بقى، عايز بقى تبدأ تعيش، أول شيء هتلاحظه هو هذه نوع العمارات. هذه العمارات طبعا بيسموها شقق، والشقق عبارة زي ما انتم شايفين عن مباني وليها أدوار، أحيانا تبقى أكبر، أحيانا بيبقى دورين زي ما انتم شايفين، أحيانا بيبقى ثلاثة، أحيانا بيبقى عمارة كاملة 100 دور ولا 50 دور، وهذا بيسموه apartment. يعني يقول لك you can rent an apartment، فتقول له how many rooms، كم غرفة في هذه الابارتمنت، يقول لك 2 rooms 3 rooms. أنا مثلا أنا وحكيم عايشين الآن مؤقتا في هذه الابارتمنت، يعني عمارة وليها أدوار، احنا في الدور الأول وعندنا شقتنا يعني 1 apartment. هاي زي ما قلت لكم هاي المثال، وفي أيضا منه أمثلة كثيرة. ها هو مثال آخر، دورين في 3، غالبا الدور الثالث بيكون أرخص واحد لأنه غالبا بيكون فيه ميلان، الحيط بيكون مايل هيك نازل عليك، فأنت بتدفع أقل. كل ما تيجي، كان صاحبي ساكن فيه في آخر دور، مضحك جدا، بس هو طبعا ما طويل كتير فهو مبسوط، بس كل اللي بيخش عنده يقعد بقى ينزل راسه، وكل ما يجي يقعد ينتبه لو هو طالع من الكرسي ولا من الترابيزة يمكن يخبط راسه في الحيط. فهذا شيء لو عايز توفر اسكن في واحد منهم مدببين هكذا، ولكن أسعارهم رخيصة لأنه الشقق تعتبر أرخص شيء. فلات يسموه، فلات يسموه apartment، أحيانا بيكون حاجة غريبة شوي ما بين الفلات والأبارتمنت يعني، بس هذا هو تقريبا ترجمته عندنا هو الشقق. لو عايز بقى تطلع شوي أعلى وعايز تبدأ بقى تسكن لحالك مثلا، مبسوط جاء على بريطانيا وربنا وفقك ورزقك وانت ترقيت في شغلك، فانت عايز تنتقل الى بيت لحالك، ما تحب يكون عندك ناس لا فوقيك ولا تحتيك، فانت تروح تأجر شيء اسمه هاوس، يعني بيت. اول بيت من المرتبة اللي هي الاولى او السفلى اقصد، يعني هي بيت زي هذا البيت. كل هذه عبارة عن بيوت بيسموه تيرست هاوس. تيرست، تيرس يعني طريق او شارع او ممر تيرس، وهذه بيوت بيسموها تيرست يعني بيوت على الطريق، يعني بيت جنب بيت جنب بيت جنب بيت. لو واحد كح جاره يسمعه، لو واحد عنده ابن كل الطريق بيسمعه، واحدة ست بتولد هتلاقي كل الطريق. فهذا بيكون يعني ما في خصوصية كتير، بس بيضل أحسن من الشقة، يعني بيكون عندك بيت لوحدك بس بيكون يعني عندك جار لازق فيك، الحيط أحيانا بيكون ما جيد كتير، لكن بيكون أفضل من الشقة لأنه الشقة فوقك واحد، تحتيك واحد، جنبيك واحد، تفتح الشباك تلاقي واحد عمال يوصلك. فالأفضل تروح تشتري هاوس. أنا غالبا بحب أشتري هاوس، لكن المشكلة بيكون غالي شوي. في لندن مستحيل تشتري هاوس لوحدك،
او لو معك زوجة احيانا لو فتحها ربنا عليك ممكن تقدر، بس اسعارهم بتبدأ من 1000-1200 وانت طالب، 1500 باوند في الشهر، نتكلم على الشهر. في شيء جميل جدا في التيرست هاوسز، وهو تلقط لك اخر بيت في الشارع هذا، بيسموه end of terrace house، يعني الشارع بينتهي، فانت ايه اللي بتبقى لك؟ بتبقى لك اخر بيت، فانت تكون تقريبا لوحدك. ليه بقى؟ زي ما انت شايف البيت في جيران من الناحية اليمين مثلا، بس الناحية الشمال ما في احد، كله مفتوح طريق، يعني عندك شوية هواء تتنفس، هذا بيكون اغلى شوي. اول شيء بيجي terraced house، يعني بيوت هيك مكعبات جنب بعض، وبعدين بيجي end of terrace، يعني اخر البيت، اخر العنقود. فمن ناحية في جيران، من ناحية ما في جيران، هذا بفضله كتير، انا بحبه كتير، لانه عندك best of both worlds، يعني عندك حرية وفي نفس الوقت عندك شوية جيران، بس في نفس الوقت لو تخنقت عايز تطلع تبص من الشباك التاني تلاقي نفسك الطريق مفتوح، وهذا بيكون غالي شوي، يعني غالبا بيعيشوا فيه 4-5 اشخاص، يعني كل واحد ياخد له غرفة و كل واحد يدفع له 500 باوند، يطلع في الاخر الشهر 2000 باوند 2500، لكن انت بتدفع فقط 500. انت هتقول لي 2500 غالي جدا، اقول لك اه بس انت ليك غرفتك 500 باوند وبتدخل مع صديقك المطبخ وبتاع، بتقعدوا تطبخوا، بس كل واحد بيرجع لغرفته يقعد لوحده، واحيانا بيكون في حمامين، احيانا حمام واحد. لو انت بقى عايز تترقى اكتر واكتر، وعايز بقى تشوف البيوت التقليديه البريطانية اللي هي هي البقى دي اللي بتشوفها في الأفلام ومبسوط بيها، اللي فيها حديقة من قدام وحديقة من ورا وحاجات حلوة، هتشتري بقى شيء اسمه هاوس، أو حتى تكون سميته بتسميته الصحيحة هو detached house، يعني بيت detached ما في شيء متعلق به، لوحده قاعد لوحده. هذا طبعا بيكون غالي جدا، يبدأ من تقريبا 500 ألف باوند استرليني، يعني نصف مليون باوند استرليني، وما أظن أحد من الشباب العرب ممكن يجي يبدأ حياتنا في بريطانيا يكون بيت ويكون ويبدأ عمل ويقدر يشتري بيت ديتاش، طبعا إلا لو الله رزقه يعني وأكرم عليه. بس الإخوة العرب غالبا بيجي يعملوا حرف يدوية بسيطة، يمكن مثلا ممكن يكون واحد جاي طبيب أو شيء، بس برضو حتى لو طبيب صعب شوية ان انت توفر حتى تشتري بيت كامل ب 500,000 باوند. هذا طبعا بقول لكم على اقل سعر، هو غالبا بيكون مليون وانت طالع. هذا تقول لي طب مين يا مير بيقدر يشتري هذه البيوت اللي هي ديتاتشت، اللي هي فيها جاردن من قدام، حديقة من قدام وحديقة من الخلف، وفيها احيانا بيكون جراج صغير؟ هقول لك غالبا بيكون مثلا جم ناس مثلا في السبعينات اشتروه والان عيلة تمنوا، مثلا جابوا هنود بكثرة الى بريطانيا واعطوهم بيوت مجانا حتى يشتغلوا هنا بعد الحرب العالمية الثانية، فكل بابا عندك الباكستان والهنود والبنغلاديش احتلوا كل البيوت بقى فيه، غالبا هم بيكونوا اللي بيأجروا ايضا. غالبا عمري ما اجرت من احد الا كان اسمه مستر باتيل ولا مستر تشادهوري، دايما بيكون واحد هندي مستلم، او مثلا واحد طبيب جراح وزوجته مثلا مهندسة فيزياء وامهم مثلا وعائلتهم اغنياء ايضا، ممكن يشتري بيت لوحده. طيب خلينا ننتقل الى شيء اخر، نقطه صريفه جدا، وهي انه لو انت عندك بيت لوحدك ممكن تحط لك عليه كشك، لانه ما محتاج ترخيص. فانت اشتريت بيت مثلا فلنقل غرفتين لوحدك ديتاتشد، تقوم باني لك واحد من هذه البيوت الخشبيه وتقعد فيه مثلا ابنك ولا بنتك، ولا تقعد فيه جدك ولا جدتك، وبتمد لهم الكهرباء زي ما الراجل هذا مد، ومتمد لهم خرطوم مية، ويكون عندهم هيك بيت صغير خشبي. أنا صراحة أحب أعيش فيه، يعني أنا بحب رائحة الخشب خاصة مع المطر، أجواء رائعة جدا. وإذا ما كنت تحب تبني وعندك فرونت جاردن، يعني حديقة أمامية زي ما بيقولوا، اشتري هذه السيارة بيسموه موتور هوم، كما نرى هنا في الفيديو. الموتور هوم هذا عبارة عن سيارة تسكن جواها، أخي بيحب هذا الشيء جدا، بس عندك حرية لأنه العائلة عايشين في البيت جوا، وإنت عايش وبتاخد منهم الإنترنت، تاخد منهم الكهرباء، تاخد منهم المي، بس في نفس الوقت لو حبيت تسافر أو تنتقل تفتح موتور السيارة وتنطلق تروح على مكان آخر وهكذا. أحيانا الناس بتأجر الفرونت جاردن، بيقول لك إحنا عندنا فرونت جاردن، لو إنت عندك
سيارة موتور هوم، تعال اركن عندنا، لأنه ما محتاج ترخيص أو أي شيء. فأحيانا ممكن تعمل هذا. وطبعا في أنواع بيوت أخرى، زي مثلا في بيوت بيسموه بانجلو. ما هذا البيت؟ هذا البيت عبارة عن بيت ديتاتشد، لكن ما في أدوار، هو كله على الأرض، أنت لوحدك، بس ما في دورين، ما في ثلاثة، دور واحد فقط. غالبا بكل هم عندهم ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الإعاقة، ما بيقدر يطلع السلم. غالبا بيكون البلد أصلا بتعطيه هذا البيت البنجلو حتى تساعده، حتى ما يضطر يطلع بقى كل شوية الحمام فوق، يضطر يطلع هو مثلا ما بيعرف يمشي أو قاعد في كرسي متحرك، فبيكون صعب. فغالبا بيعطوهم بنجلو، هذا اللي بقول لكم عليه. طبعا في نقطة أخرى أحب أشرحها أيضا، بما أن احنا بدأنا نتكلم عن البيوت حتى يكون في الإفادة. إذا أنت 50 فما فوق، ممكن تأجر شيء اسمه retirement home، أو تشتري بيت اسمه retirement home، يعني بيت المعاش، هيك بسموه. هذا البيت يتكون من كوخ، هو غالبا بيكون كوخ، يعني الحيطان تبعته ليست طوب، بيكون غالبا بلاستيك أو خشب خفيف زي هذا. ما قدرت أتصور هنا طبعا، لأنه تلاقيت لي ست قاعدة تقول لي بتعمل إيه، بس أهو أديلكم فكرة. هذه البيوت يا جماعة ما ينفع تسكن فيها أقل من 50 سنة. هذه ناس كبرت في السن، عندها 60 70 80 سنة، بيروحوا يشتروا هذا البيت رخيص جدا. ممكن يشتروا مثلا كل هذا البيت 5 غرف، بيكون مثلا ب50,000 باوند أو يمكن 100,000 باوند. هتقول لي حلو أنا هروح أسكن فيه، هقول لك ما تقدر، ما أنت لازم تكون فوق 60 وتكون متقاعد ما بتشتغل، تروح تصيف فيه تريح فيه. لو أنت بدك تشتغل ممكن تشتغل عفوا، لكن لازم تكون فوق 50، لأنه هم إيه عايزينك بقى، مع احترامي يعني للأمة كبار السن، وأنا أكيد رح أكون كلنا رح نكون منهم في يوم من الأيام، هم عايزينك تموت. يعني ليه؟ لأنه العقد بيقول إنه بعد ما تموت البيت هذا ما ينفع تعطيه لا لابنك ولا لبنتك ولا أي أحد من عيلتك، بيرجع لصاحب اللي هو اللي بيأجره أو صاحب اللي هو المنطقة، بيكون غالبا في واحد مستلم كل هذه المباني. فانت بتشتري منه لمدة 30-40 سنة، واول ما واحد يتوكل على الله ويموت يوم واخدينه هم تاني مرة اخرى ويبيعوه وهكذا. فده للمتقاعدين. هتقولي طب مير انا ممكن اسكن امي مثلا كبيرة في السن او ابي وانا اسكن معه؟ اقول لك لا، غالبا بيوصلك نظرة سيئة، يعني بيقول لك مين هذا الرجل، ضيف ولا جاي يسكن عندك؟ هتقول له يسكن عندي، يقول لك ممنوع، بس ضيف مسموح، هات اطفالك هات احفادك. بس لو لقوه ساكن عندك بيبدأ يسأله أسئلة، بيقول له أنت شكلك عم تلعب بالقانون، ممنوع. طيب هذه بعض المعلومات حبيت أقولها لكم. هتقول لي مار كيف أعرف إذا هذا البيت للأجار، كيف أقدر أجر البيوت؟ غالبا بيكون على البيت نفسه مكتوب تولات، يعني للإيجار، كما شايفين هنا في المناظر هذه، تولات أو لاتينج أو فور لاتينج، أي شيء من هذه الأشياء. لات يعني يترك، فانت معناه عايزين الشركة بتأجره. هتقولي أين الشركة، ما اسمها؟ مكتوب عليها، هي اسم الشركة الآن مكتوب كونيلز فور سيل، يعني هذا للبيع، واسم الشركة كونيلز، وهذا الرقم بتاعها وهذا الموقع تبعها، اتصل بيهم لو تحب يا أخي. لو انت ما تحب هذه الطريقة وعايز تروح على مكتب للأجار، عندك مكاتب اهي، ها هو مكتب اسمه تشويسز، مشهور جدا، في فروع منه في كل العالم، كل بريطانيا. عندك مكتب آخر اسمه وودلاندز، أيضا مشهور جدا، أفرع كثيرة منه. لو ما عجبك عندك كونيلز، عندك منه فروع في كل بريطانيا بيأجروا بيوت، تروح المكتب تلوم عايز أجر بيت في هذه المنطقة، يعطي لك بيت. لو كل هذا ما عجبك وما بدك تشوف لا أحد ولا أحد يشوفك، ادخل بقى أونلاين وافتح على موقع زوبلا، تالي هو أشهر واحد فيهم، وحتلاقي كل هذول أصلا معروضين فيه. يعني هو أصلا هذا المكتب بيعرض كل بيوته في موقع زوبلا، ها هو الرابط اهو عشان تفتحوا تتفرجوا. عندك تولات وعندك فور سيل، انت بقى نقي على كيفك واختار. طبعا إذا عندكم أي أسئلة أخرى اسألوني، أنا حبيت أغطي يعني معظم النقط. هذه بداية سلسلة البيوت، أول شيء تأخذ فكرة عن نوعية البيوت الموجودة، أتمنى أكون شرحت لكم. وثاني شيء
الحلقة الجاية إن شاء الله رح نتكلم على أسعار البيوت وأسعار الأجارات وأي منطقة في بريطانيا هي أرخص مناطق للعيش وهكذا. آخر شيء أحب أضيفه قبل أن نقفل الحلقة هو أنه أحيانا بتكون عايش في عمارة، يعني مثلا عمارة 5 أدوار، ويقول لك في حديقة وراء حتكون تبعك، يعني أنت حتكون مثلا عايش في الدور الثالث في عمارة ويقول لك أنت اللي حتكون صاحب الحديقة، فأنت بتنزل وتدخل على الحديقة تبعتك. وأحيانا بيقول لك كله اللي مسموح يقعد في هذه الجنين، فيعني بتكون العمارة كلها ممكن تنزل تشوي تعمل، كل الحديقة دي تبع كل الناس. فأنت تلاقي نزلت تقعد، تلاقي مثلا تلاقي لك الدور الرابع قاعد جنبك، تلاقي طلع واحد قاعد يرقص جنبك، تلاقي واحدة تلعب جمباز، يعني هذا الجاردن شيرد. وآخر شيء أقوله، عفوا قبل ما أنسى، آخر معلومة تاخدها قبل ما تمشي، في حاجة اسمها مازونات. هتقولي ما معنى المازونات؟ هقول لك المازونات عبارة عن فلات، يعني الفلات اللي هي الشقة، ما أنت بتدخل عليها من باب واحد، يعني لو عايز تطلع الدور الثاني تدخل من الباب اللي تحت وبعدين تطلع الدور الثاني، فأنت بتعدي من الدور الأول ومن الدور الثاني. أحيانا في بريطانيا بيعملوا حاجة اسمها مازونات، يعني عمارة فيها دورين لكن اللي تحت ليه باب واللي فوق ليه باب، كما نرى هنا في هذا الفيديو البسيط. ها هو الباب من هذه الناحية، وهنا عندك سلم تخش منه، وهنا أيضا عندك سلم تطلع منه على الدور اللي فوق، يعني عمارة واحدة لكن ببابين، فأنت ما في داعي تدخل كل شوية تصبح الأول حتى تطلع الدور الثاني، كل واحد ليه بابه، يعتبر كأنك يعني في بيتك مع أنك أنت في شقة. هذا اسمه مازونات، أيضا بيكون شبه غالي يعني لأنك تعتبر كأنك عندك بيت. أتمنى هذه الحلقة تكون عجبتكم، إذا عجبتكم ولقيت أنها أفادتك أعطينا لايك، عملنا سبسكرايب، أعمل شير يا أخي حتى يستفاد غيرك، ولنا أي نقطة أنا نسيت، أي نقطة تحب تسمع عنها، وإن شاء الله أحاول أساعدكم. بدأنا سلسلة البيوت وإن شاء الله ننهيها وتكون تعرف كل شيء عن ما يوجد هنا في بريطانيا حتى نسهل لك أمورك إن شاء الله. أستودعكم الله وإلى اللقاء.